شو رامبير؟ شو اللي عم يضحكك؟ عم تضحك وكأنه أنا حكيت شي نكتة. 100% أنت حكيتي نكتة. طيب ماشي، أنت مفكرة نكتة بس بالنسبة إلي أنا بعتبرها تحدي، ورح أتحداك شو ما كلفني الموضوع، وبعرف منيح إنه كل أهلك هون رح يكونوا ضمن هالتحدي، ولأني واثقة بحالي ما حدا رح يجرحني إلا إذا سمحت له بنفسي. سومان، شو هاد؟ لهلأ ما رحتي. أنا صرت مضطرة فهمك قديش جلدك سميك وبلا إحساس، وعلى قد ما أنك عم تنهاني بس أنتي ما عم تأثر فيك الإهانة. لو أني محلك وبنفس الموقف سومان كنت تركت هالبيت من زمان، وخصوصي بعد ما تبهدلت هالبهدلة. بس بالعكس أنتي انمسكتي وأنتي عم تسرقي من قلب بيتك، وهذا الشي كتير بيخجل. انتي عملتي المستحيل سومان مشان تعيشي بهيك بيت فخم، وما في عندك مشكلة إذا انهانت كرامتك. ماما، أنا كنت بدي أترك البيت وأمشي لو كنت أنا اللي سرقت العقد، بس أنا ما سرقته، ومتأكدة إنك بتعرفي الحقيقة. لهيك قوليلي ليش لأترك البيت؟ مشان شو؟ ماما أنا بعرف إنك ما بتحبيني وإنك انجبرتي تقبلي بهالزواج تبعنا، ولأنه ابنك رامفير بده يتزوجني، لهيك عملتي لي فضيحة. بس ماما إذا قبلتي أو لا، الحقيقة هي إني أنا كنت هالعيلة، لهيك أنا ما فيني أترك البيت. هلأ هاد صار بيتي إلي وهي عيلتي كمان، ورح عيش بهاد البيت لحتى موت. ولأني متهمة رح خبرك أنا تعلمت حارب كل الظروف، وماني خايفة منها أبداً، لأنه مع الوقت كل الخوف بيروح بس الناس واحترامي إلهم ما بيروح أبداً. وبما أني رح أبقى هون بدي أكسب قلبك، ورح أعمل كل شي لحتى أكون كنة منيحة، بس أنا ما بنكسر. وليصير هالشي رح كون بحاجة لبركاتك. أنا بحاجة بركتك لحتى أقوى أمي. كنت مفكرتك رح تتركي هالبيت فوراً لتحافظي على كرامتك، وكمان مشان تحمي حالك مني. فكرتك رح تخافي وتروحي فوراً، بس بالعكس انت طلعتي كتير عنيدة. لك حتى جرأتي انك تتحديني، انا سندورة ميتال.
انتي عملتي غلطة حياتك الكبيرة يا سومان، عملتي غلط كبير. ما بتهمني كل هالقوة اللي طالعة منك، بس أنا سندورة ميتانو رح كسره لهالراس. بس اسمع هالموسيقى لحالها أعصابي بتهدى وبتروق. أخ لو كل إنسان ينفذ شغله مثل ما كان الملك راما يشتغل كل شغله، ما كان الواحد وقع بمشاكل بكل حياته. معك حق. شبك؟ شو عم تفكري سومان؟ ستي أنا عم أعمل واجباتي منيح. إيه تعي عادي هون جنبي. شو اللي خلاكي تفكري بهذا الشي فجأة؟ ستي مو أنتي هلأ قلتي إنه لازم كل واحد يعمل واجباته بشكل منيح؟ ومهمتي أنا بهالبيت هي إني أخدم عيلتي. معك حق بكل كلمة بنتي، شلتي كل مسؤوليات العيلة من لما أجيتي ودخلتي على هالبيت لعنا، وعم تعملي واجباتك بالبيت بشكل كتير منيح. لا يا ستي، أنا لازم أعمل أكتر. تعرفي ستي، لازم أهتم بالعيلتين مع بعضهم. إيه ستي، بدي أعمل واجباتي تجاه العيلتين مشان أكون أنا الكنة المثالية. شو قصدك؟ من لما تزوجت صار شغلي هو خدمة هالعيلة، وبعد ما أجيت لهون ماما كلواتي بقيت لحالها، صعبة عليها إنه تشتغل شغل البيت وتعتني بفير بهالعمر، صعبة عليها كتير من هلأ ورايح. مو بس بهاد البيت، بدي كمان أخدم ماما كلواتي وفير. يا ستي بدي ياكي توافقي لي عالشي اللي رح أعمله. جاوبيني بكل صراحة، أنتي رح تقدري تهتمي بالعيلتين سوا؟ إذا كان إيه رح تاخدي موافقتي أكيد. شكراً ستي. أوف شو عملت فير؟ ما لازم ترمي ألعابك هيك بأرض الغرفة. لا تيتا، أنا ما رميت شي بالأرض، أنا هيك دائماً بلعب فيهن وماما ما بتعيط علي أبداً. حاسي حالي دايخة من شوفة هالمنظر المكركب هاد. تيتا أنا جوعان بدي آكل. طيب ماشي رح أعمل لك شي تاكله، بس بالأول خليني رتب هاي الكركبة كلها. أنت هلأ روح على غرفتك وخلص كل وظائفك. يلا روح. طيب رايح يا تيتا. يلا. أخ شو عم يوجعني ظهري دخيلكم. أخ خليني أقعد ارتاح شوي. صار لازم تقومي كلواتي. لأمتى بدي ضل عايشة هيك؟ يا تيتا يا تيتا، أنا خلصت حفظ الدرس الأول وهلأ أنا رح بلش أحفظ الدرس الثاني كله. شو؟ إذا بتريدي تيتا بس عطيني شي شغلة حتى أكلها. شو هالمنظر هاد؟ شو هاد يلي عملته يا ولد؟ هلأ خلصت تنظيف البيت وراك اجيت ووسخت الطاولة؟ أنا آسف تيتا،
كلواتي صايرة مثل الخدامة. ما بتتذكري هديك الأيام الماضية يلي كنتي تتعاملي فيها مثل الملكة ببيت عائلة ميتال المحترمة؟ ما كنتي مضطرة إنك تعملي أي شيء هنيك، كانوا الخدم دائما تحت أمرتك، ولا لا؟ إيه خلص خلص نقلعي من هون أو رح أضربك. ها يا تيتا، ما في حدا، أنت مع مين عم تحكي؟ كنت عم بحكي مع حالي، رح حاكي يلي بدي إياه، هاد مو شغلك. فيني حاكي الحيطان أو حاكي الصور، أي شي بحاكي. شو دخلك أنت؟ خلص وظايفك وبلا صوت. يلا أنا آسف كتير يا تيتا. حياتي صارت كتير تعيسة هالفترة، بس إذا هلأ بدي غيرها للأحسن لازم أسكن ببيت عيلة ميتال بأي طريقة كانت. بس شو لازم أعمل لحتى أرجع على بيت عيلة ميتال مرة تانية؟ فكري يا كلواتي فكري. بظن إنه فير هو يلي بيقدر يساعدني، فيني اتحجج فيه وهيك برجع وبعيش بهداك البيت. رح اضطر اعمل خطة بسيطة مشان تزبط.